عندك هون على اليمين. هون اختيار؟ ايه ايه هون هون. سلمون. اهلا وسهلا. قديه بتريد؟ 10,000 بس. بلش شو؟ وليش 10,000 بالله؟ لتكون جايبني من الصين وماني دريانة. اختي والله ما كترت عليكي. يعني ما كترت علي وبدك 10,000، شلون يكون بدك تكون مكتر علي؟ بدك 100,000 مثلا؟ يعني انت مش عارفة الأوضاع أختي؟ والله مو شي 10,000. بلش شو؟ لتكون جايبني من الصين وماني دريانة. لك أختي والله مشوارك بعيد. شبك اختي شبك عم تاخذي نمره السياره؟ قد بده ياخذ منك؟ قال بده 10,000؟ ايه اعطيه اعطيه مو غلط، اساسا مخالفته بمباحث المرور بدها تطلع 100,000، يعني بده 90,000 فوقهم مشان يمشي حاله. ليش اختي ليش مباحث المرور؟ لك يعني الله وكيلك الاسعار طالعه نار. هذا الحكي بتحكيه بالمباحث بس يطرزوا لك المخالفه، انا شو دخلني؟ ليك على هالحكي ليك قال الاسعار نار، ليكنا نحن لسه محافظين على اسعارنا، شو ماذا العالم بهالبلد فيها ضمير غيرنا؟ اختي خلص الله يوفقك، شو بيطلع من خاطرك تدفعي؟ هاتي لشوف. واحد اثنين ثلاثة أربعة نسيك وزيادة عليك 4,000 بيبقى لك 1,000 تاخد بوسة بدالهم؟ لك تحمل الحمد لله على السلامة رنود. أهلين كنكون. ابري تعي ساعدينا بحمل الشناتي. هلا بتأخر على ميلاد. انتبهي ما يبوسك. ها هاد يعتبر تحرش خارج أوقات الدوام الرسمي. يقطع عمره شو غليظة عن جد. معتبتك بغيابي؟ شو معتبتك؟ آخ زقطتني. بس لا تخافي طلعت من خرج